partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Je suis ravi de la refaire en présentiel, de partir à votre rencontre et surtout que vous avez répondu à cette invitation pour parler de digitalisation. Et nous, فاعل مرجعي في مجال الشمول الرقمي في المغرب. وقد حرصت من عده سنوات من اجل تسريع وتيره رقمنه المقاولات في المغرب. اليوم نحن في مدينه الدار البيضاء من اجل اعطاء انطلاقه النسخه الخامسه من ملتقى المقاولات الذي سيعقد في عده مدن مغربيه، وهذا الملتقى يعقد بشراكه مع الغرفه الفرنسيه للتجاره والصناعه بالمغرب. الهدف من هذا الملتقى هو مشاركه المقاولات الحاضره معنا بطبيعه الحال، مشاركتها كل الاساليب والادوات والمعلومات التي ستساعد على انجاح تحولها الرقمي. وفي هذا الاطار اود ان اذكر ان انوي تواكب وتساند المقاولات المغربيه كيفما كان نشاطها الاقتصادي، وذلك عبر اقتراح حلول مبتكره قابله للتطوير، وذلك في مجال السحابيات يعني الكلاود، او في مجال الامن المعلوماتي.